سماح، أنا تعبان، ممكن توصليني البيت؟ حاسس بحاجة؟ لا أبدا، بس عايز أروح. صحيح توفيق بقى مدير عام الشركة؟ أيوه. وشوكت بقى رئيس مجلس الإدارة؟ أيوه. وهي بقت رئيس الحسابات في الشركة؟ ما فكرتش وانت في السجن هتعمل ايه لما تخرج؟ لا. تحب تشتغل في الجورنال بمكافأة شاملة؟ موظف تاني؟ ما افتكرش. امال هتعمل ايه؟ مش عارف، انما هفكر. وتشكر يا سماح على وقفتك معايا ايام القضيه واهتمامك النهارده بميعاد خروجي، مع انه كان مفاجاه بالنسبه لي. ليه مفاجاه؟ احنا مش اصحاب؟ انت صحيح كنت في كليه تجاره وانا اداب، لكن كنا زملاء في اتحاد الطلبه. اهو كان نوع من النشاط بنشغل بيه نفسنا. بس انا اتعلمت منك ايامها حاجات كتير، اهمها ازاي الواحد يبقى له موقف. انت ساعدتني كتير، وما تنساش اني محررة الحوادث، وقضيتك كانت جزء من شغلي. متشكر يا سماح. انا في الجورنال، هتعملي تليفون زي ما اتفقنا؟ ان شاء الله. مع السلامة. ازيك يا عم بلال؟ استاذ رمزي، ازيك يا بيه؟ اهلا. الحمد لله على السلامة يا بيه. الله يسلمك. عبدو خليك قاعد هنا ما تتحركش، هكلم الحاج أدري بالتلفون، هتبقى هو الليلة. نعم. نعم، انت مين؟ انت اللي بتخبي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ ايه ده؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ ايه؟ روح. وبالنهار انتوا مين؟ ايه يا سيد؟ في ايه؟ انتوا اللي في ايه؟ دي شقتي. الله، ده مجنون بقى. انت بتقول ايه؟ دي شقة الحاج أدري يا حضرة. الحاج أدري صاحب العمارة، لكن الشقة دي بتاعتي. هي عم بنقول هذه شقة الحاج أدري، وعم بيأجرها مفروش، ونحن بنأجرها منه، ودافعين له 300 أهيب. شو بدك تقول هلا؟ بدي اقول تورونا عرض كتافكم دلوقتي حالا وتطلعوا برا برا برا. برا. يا لهوي ابليس. ازاي يا حاج قادر يتأجر شقتي مفروشه في غيابي؟ ازاي؟ اوعى. ايه في ايه؟ اصل ايه يا حاج قادر؟ ما تنطق. اهدى يا استاذ وافهم. اهدى اهدى ايه وافهم ايه؟ ما كل شيء واضح اهو. دي شقتي، غايب عنها بقالي 3 سنين، لسه راجع النهارده. الاقي الاساتذه دول مأجرينها مفروش، ومعاهم شويه المحترمات دول اللي جايبهم المكواجي ولا البواب. اتفضل، ادي قدامك حاله دعاره واضحه زي الشمس. الله، اتفضل شوف شغلك.
اهدى يا استاذ وافهم. ايه اهدى اهدى ازاي قبل ما تفتح محضر وتحقق معاهم ومع الراجل ده كمان؟ ايه انا مش ممكن. مش ممكن ازاي؟ انت اولهم. ازاي تسمح لنفسك تعمل كل ده في بيتي يا استاذ؟ افندم، امال حضرتك مشرف هنا ليه؟ انا هنا في مأمورية محددة. مأمورية؟ مأمورية ايه ان شاء الله؟ ممكن تشرف معايا على الاسم؟ انا اروح على الاسم ليه؟ حكمي معاك يا حاج ادري. موجودة سعادة البيت، اتفضل. ممكن تقرا ده؟ مستحيل. لا ممكن. ازاي؟ ازاي ده حصل؟ عشان حضرتك من يوم ما دخلت السجن قعدت سنتين ما تدفعش الايجار المتاخر، والعماره دي باكل منها انا وعيالي. كان لازم ارفع قضيه واخد حكم اخلى للشقه والغى للعقد، والسرير السفري والدولاب اللي كانوا فيها بعناهم بالمزاد العالمي تحت حساب الايجار المتاخر. ازاي؟ ازاي ده كله يحصل من غير ما اعرف؟ خطيبتك حضرت كل الاجراءات بالتوكيل اللي معاها. التوكيل عملته لها عشان دفع الايجار مش تتنازل عن الشقه. التوكيل مش مكتوب فيه تدفع ولا تتنازل، ده توكيل عام وبس. مستحيل مستحيل. ده انت ما عندكش ضمير. ده انا دافع لك دم قلبي 2000 جنيه خلو. خلو ايه يا استاذ؟ انا ما باخدش خلاوة من حد. يا مفتري، ده انت لو حسبت ايجار الثلاث سنين كلهم ما يكملوش 1000 من 2000. يا استاذ. نعم. اتفضل معايا تمضي على محضر عدم تعدي على ممتلكات الغير. عدم تعدي على ممتلكات الغير؟ يعني ده اجراء قانوني. إجراء قانوني. إجراء قانوني. استاذ رمزي، الحمد لله على السلامة يا بيه. ازيك يا حليم؟ الحمد لله يا بيه. امال هي فين؟ فوق يا بيه، عند البيه المدير العام. ها؟ فاضل حاجة تانية؟ لا خلاص. لا مش خلاص، فاضل. فاضل ايه؟ ما انت مضيتهم كلهم. ايوه بس لسه ما مضيتش هنا، اديني بوسة. الله يا توفيق، احنا في الشغل. شغل مش شغل، انت مراتي، اعطيني قبلة. الله يا توفيق، ملاش دلع. لا دلع؟ طب لازم اخد بوسة، يعني لازم اخد بوسة. وادي اللمبة الحمراء. استاذ رمزي، انا هنا المدير العام، وانا اللي حدث كان وقته ولا مش وقته. هاتي بوسة. لا 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 مدام، هاتي بوسة. اهلا وسهلا استاذ رمزي، أبتكر ستك فاهم الأوامر. اتفضل اتفضل. أصلي مشغول شوية. هاتي بوسة. عنده اجتماع. أستاذ رمزي، هاتي بوسة. لا لا لا، طب وسطي على شاب بوسة كده برضو. منك لله يا شيخ. <تصفيق
اصل المدام اتزحلقت، حبيت ابص اسندها اتزحلقت وراها بس. اتفضل روح شوف شغلك انت على فندي. اهلا وسهلا استاذ رمزي. استاذ رمزي اتفضل اتفضل. انا في مكتبي. انا جاي لك انت. ما تنساش انك بتكلم مراتي يا استاذ. عارف، بس انت كمان ما تنساش انها خطيبتي، قصدي كانت خطيبتي، وبيننا حاجات لسه ما انتهتش، قصدي ما تصفتش. انا مفيش بيني وبينك حاجه. انا ما قصدتش اللي انت بتفكري فيه، هو سؤال واحد يختصر كل الكلام. ازاي تدي لنفسك الحق تتنازلي عن بيتي؟ ما بترديش ليه؟ اقدر افهم بقى معنى كلامك ده ايه؟ معنى كلامي اني من غير بيت دلوقتي ممكن تديني بيتك اعيش فيه؟ انت ظاهر بتخرف. مش بالظبط يا توفيق بيه، انا لسه ما خرفتش. طب عايز حاجه تاني قبل ما تخرف؟ عايز اقول لكم حاجه واحده بس، لازم تشوفوا لي حل في حكايه الشقه دي. يعني ايه؟ افهم على مهلك يا توفيق بيه، وباشرح اللي تفهمه لمراتك. عن اذنكم. هو عايز يقول ايه؟ احنا ناقصين بقى ولا فاضيين للعب العيال ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ رحت لها ليه؟ مش لازم اضحك على نفسي. انا لا كنت رايح احاسبها ولا اقدر احاسبها. انا كنت مشتاق اشوفها. ما يدفي قلوب محتاجة لأمان، محتاجة لأمان. وأنا إنسان تايه وغريب، محذوف على كف الدنيا، محذوف محذوف على كف الدنيا، محذوف. لازم اخد حبايتين مش حباية. مش مهم. بس الدكتور منعني من التدخين وانا في السجن. ما انا بقالي حوالي سنة بسمع كلام الدكتور والحالة بتزيد مش بتخف. انا محتاج سيجارة. ك
كليوباترا سوبر لو سمحت. ايه ده؟ ايه في حاجة؟ هي العلبة مش مسعرة ب 26 قرش ونص؟ بس احنا بنبيعها ب 30. ليه؟ من غير ليه؟ الله، طب مش هفهم. تفهم ايه يا فندم؟ هي كده وكل السوق بيبيعها كده، وإذا كان عاجبك وما كانش عاجبك ما تاخدش مننا. بس مش هفهم. تفهم ايه يا فندم؟ رأيك في اللي أنا كاتبه في المذكرة. يا استاذ رمزي انت مش من حقك تكتب مذكرات، انت تشوف شغلك وبس. بس دي حاله اختلاس، سرقه يعني. سرقه ايه يا استاذ؟ طب خلاص ما تزعلش. ما ازعلش ازاي يا استاذ وانت بتتهمني بالسرقه؟ طيب حقك عليا. بكام ده؟ بتلاته ساغ. يبقى 26.5 وتلاته ساغ يبقى 29.5. أبقى أنا عايز منك تعريفة، مش مهم. سلام عليكم. الله يا أستاذ، تمن البسكوت يا أستاذ. أنت يا أستاذ، يا أستاذ، يا أستاذ، يا أستاذ، حرامي 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 يا مدير، يا مدير حرامي حرامي حرامي، امسك حرامي، امسك حرامي. حرام اجري من هنا. واضح ومؤكد. اختلاس ايه يا حارس ظابط؟ الاستاذ توفيق انزل مدير شؤون ماليه واداريه، اشتغل معايا في حياتي. في الحقيقه في الحقيقه احنا بنعطي الشركه اقصى ما في طاقتنا، وشوكت بي اكفا مدير عام مسك الشركه لحد النهارده. كل ده سواء مجاملات او حقيقه ملناش اعتراض عليه، لكن عندنا بلاغ وعاوزين نتأكد منه. طبعا طبعا ده من حق. هو راح فين؟ جري من هنا. طب ده شارع مفتوح وتلاقيه زاغ. يعني ايه؟ هو سرق منك ايه؟ قلب السجاير وباكو بسكوت. بسيطة، عوضك على الله. بسيطة ازاي؟ ازاي يا حضرة الأمين؟ ده رزق ورزق العيال. طب انا اعمل لك ايه؟ هاتهولي وانا اوديه الاسم. يا حضرة الأمين، يا حضرة الأمين. الله يا ضلال يا عديم الضمير، انا برضو اللي حرامي؟ يعني انت تسرق وتبجح واذا كان عاجبني ولا عاجب غيري ولما اخد حقي منك هبقى حرامي؟ ايوه حرامي. انتوا الحرامية. انت طول عمرك موظف مشبوه. ارجوكم اي مواجهه تانية بينكم هضطر اوجه لكم تهمه اهانه النيابه. يا فندم ارجوك تبتدي استجوابي، وانا هقدم لسيادتك كل المستندات اللي تثبت انه هو الموظف المختلس. طيب اتفضلوا استريحوا بره وانا هطلب اللي انا عايزه. تحت امرك. خليك انت معايا يا استاذ شوقي. مديحة. انسه مديحة؟ ايوه يا فندم. ايه معلوماتك عن الموضوع؟ انا ما عنديش اي معلومات، كل اللي اعرفه ان رمزي كان تعبان عشان مش لاقيين شقه نتجوز فيها.
ما كناش قادرين ندبر الخلو وفجأة رمزي دفع 2000 جنيه خلو شقة ومستنيينها تتشطب عشان نتجوز. عندك فكرة عن مصدر 2000 جنيه دول؟ لا مديحة. أستاذ رمزي ما تضطرنيش أطلعك برا. بس أوضح. لسه هسألك كتير، ابقى أوضح زي ما أنت عاوز. ممكن تستريحي شوية؟ ولا فلوس ولا شغل، وانا محتاج لدواء. انا لازم اعمل حاجة، لازم انتقم لنفسي منهم. دول هدموا مستقبلي، يبقى لازم اخد بطاري. اخد بطاري يعني اقتل. ليه لا؟ وابقى قدام الناس مجرم مش واحد بياخد بطاره. طب ما ابعت للجرايد اشرح لهم موقفي قبل ما اعمل اي حاجه. ايوه، ابعت جواب لسماح، هي هتقدر تفهم اللي عايز اقوله او اعمله. صح؟
نفسي اشرب قهوه. نعم. بس الدكتور مانعني من القهوه. نعم. اسف، عايز اشرب قهوه من غير سكر لو سمحتي. تحت امرك. اكس علامه معناها الخطا، عنوان غريب اللي تقع عينه عليه او حتى يسمع بيه على طول يقول اللي كتبه مجنون، مع ان لو فتحنا عينينا بس شويه وبصينا على جبين الاغلبيه هنلاقي علامه الخطا مكتوبه بالخط الثلث، ده مختلس وده غدار لدرجه انه في عينين البني ادمين حاجه من اتنين، يا اما دموع فؤاد موجوع من رؤيه الخطا حواليه ومفيش حاجه في ايديه يعملها، يا اما حيره وقلق رهيب وتانيب ضمير لانه لوحده صاحب الذنب والخطا. عماد بيه اهلا. دي فلسفه ولا شعر؟ اتفضل. انا كنت قاعد جوه انما هقعد معاك شويه، لما ببقى فاضي باجي اخد قهوه هنا، شفتك قلت اسلم عليك واطمن على اخبارك. يا اللي انا فاكره ان الدكتور كان منعك عن التدخين. يلا ما بقاش فيها غير سيجاره واحده بس، اتفضل. هاخدها عشان انت ما تشربهاش. ها ايه اخبارك؟ كويس الحمد لله. رمزي انا اتمنى اساعدك، صرحني. انا لسه معايا الكارت بتاعك، لو احتجت حاجه هتصل بسيادتك. كنت اتمنى تفتح لي قلبك اكتر، لكن سلام. خليك بالك من نفسك. ها مادموزيل. نعم. علبة سوبر لو سمحتي. حاضر. في بعضنا بيصنع دايرة الخطأ بإيديه الاتنين عشان يطحن فيها أخوه الإنسان الغلبان اللي بلا جاه ولا هيلمان، والغلبان اللي بلا جاه ولا هيلمان لما يتمكن
يبقى ألعن من شر ما خلق. المطحون طحان والطحان مطحون منه إليه وبالعكس. البني أدمين جميعا مسجونين في دايرة الخطأ. لأنس السماح، ماله يا دكتور؟ نتائج التحليل هتظهر بعد ساعتين، اطمني. هو دلوقتي نايم تحت تأثير المنوم. احنا عرفنا عنوانك من الجواب ده، لقيناه معاه. اتفضلي، عن اذنك. لحظة لساني ما نطق بالحق وقال في وشي الغش لا، مع انه كان بامكاني السكوت، واملى جيبي بالذهب والياقوت واول مره وتعدي، لكن ثبت على الحق وقلت للخطا لا وشاورت على المخطئين، ومن ساعتها اتكرهت. صبحت غير مرغوب من جميع الخلق، اللي كان قريب صبح غريب، واللي كان حبيب صبح عدو، وضربة بعد ضربة اتوجهت لعمري، ومع ذلك ما يأستش ولا سلمتش وحاولت اواجه الطوفان. مش معادنا واحدة ونص. انت فين طول النهار؟ لا جيت المكتب ولا رحت البيت. انا معادي معاك هنا ليه؟ في حاجة؟ رمزي يا سيدي. رمزي؟ رمزي مين؟ رمزي بتاع الحسابات. الحكاية اياها مان خرج من السجن وجالي النهاردة الصبح المكتب. جاي عايز ايه؟ هو ما قاليش هو عايز ايه، لكن باين عليه نوع الشر. على العموم انا مديك الميعاد هنا عشان الجماعه اصحاب العمليه الجديده تقعد وياهم واعتذر لهم بالنيابه عني لحد ما ارجع لك. راح فين؟ مشوار صغير كده. هتغيب كتير؟ ساعه ساعه ونص مش اكتر. يلا يلا روح لهم قبل ما يقلقوا. هم من ناحيتهم شطبوني من حياتهم، كأني لما نطقت بكلمة الحق مت. لأني لما نزلت البير برجلي وتحديت الخطأ حكم علي الصغير قبل الكبير بالغرق، لحد ما أصبحت عنوان على الخطأ.
سماح. أنا جنبك. على مهلك. أنا فين؟ مستشفى. خليك مستريح. الجواب. الدكتور سلمه لي. إزاي الحال دلوقتي؟ أنت اللي تقول يا دكتور. لا ولا حاجة. شوية إجهاد. الظاهر إنك مش واخد بالك من صحتك اليومين دول. يعني أقدر أسيب المستشفى يا دكتور؟ لا أنت هتفضل معانا هنا كم يوم. حضرتك مش بتقول مجرد إجهاد. أيوة بس هو محتاج لرعاية. يلا بقى عشان نكمل كلامنا واحنا في أوضة الكشف. الله، أنتوا لسه ما كشفتوش عليا؟ يعني مجرد إجراء طلو. نتأكد. تتأكدوا من إيه؟ من الإجهاد؟ رمزي اسمع كلام الدكتور، ما تبقاش غلباوي. أهلا 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 أهلا. تعال مكانك. أسيك. إيه الأخبار؟ إحنا موافقين على كل طلباتكم. على خير الله. في صحتكم. اتأخرت شوية. مش قوي. اشرب. خير يا رمزي؟ أنا مش فاهم أي حاجة. طب روح أنت الأوضة ارتاح وأنا جاية وراك. حاضر. طمني يا دكتور. الأنسة سماح. أهلا يا أنسة. الحقيقة أنا عاوز أصارحك، رمزي لو بذل أي مجهود زيادة هيبقى خطر جدا على حياته. أنت متأكد؟ الأعمار بن عياد الله، ممكن نكون غلطانين في التشخيص، لكن التحاليل بتقول إن كرات الدم عنده بتاكل بعضها، يعني طاقته بتقل بالتدريج. اللي بيبذله في مجهود ما بيستردوش تاني. على العموم لازم يستريح تحت إشرافنا أطول مدة ممكن. عن إذنك. رايح فين يا رمزي؟ الدكاترة دول هيضيعوا وقتي. أنا مش هستنى هنا أكتر من كده. أنت بتقول إيه؟ أنت لازم تستريح. مش هستريح إلا لما انتقم منهم. تنتقم من مين؟ من اللي ضيعوا مستقبلي، من اللي دخلوني السجن وخلوني مجرم في نظر الناس. يا رمزي حاول تنسى اللي حصل وفكر في صحتك. أهم. مش أهم من إثبات براءتي. الناس لازم تعرف إني بريء، مظلوم، ضحية، والمجرمين الحقيقيين عايشين مرتاحين مبسوطين. أنا هقتلهم واحد واحد. لا اهدى يا رمزي، أنا عارف قضيتك كويس ومستعدة أقف جنبك وحرك الرأي العام لحد ما يعيدوا النظر في القضيتين ويثبتوا براءتك ويدخلوهم السجن. كلام فارغ، مش هيحصل. الله، انت قفلتي ليه؟ يا رمزي اديني فرصة أساعدك. مش هتقدري تعملي حاجة. دول غيلان، اللي يقرب منهم بياكلوه. دول ما ينفعش معاهم غير القتل. هاتي المفتاح. يا رمزي انت مش قاضي ولا جلاد، مش ممكن اوافقك على تفكيرك ده، ومش ممكن اسيبك تنزل. انت في حالة مش طبيعية. بقولك هاتي المفتاح. ارجوك ما تزعقش، حاول تهدى، اي مجهود مش كويس عليك. هاتي المفتاح. انا تعبت يا رمزي. انت تعب؟ انا مش عارفه اقول لك ايه يا رمزي. ايه ده ايه ده يا رمزي؟ انت لو نزلت هم اللي هيقضوا عليك، مش انت اللي هتقضي عليهم. صدقني يا رمزي، صدقني. رمزي انا هجيب لك دكتور، دكتور رمزي هيغمى عليه. طبعا يا استاذ.
في الأرض. راح فين؟ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ. أيوة يا فندم، ده كل اللي حصل. أيوة، يعني حضرتك جاي؟ حاضر، أنا هتصل بالبوليس على ما سيادتك توصل. عم صابر. نعم. اديني مديرية الأمن. حاضر. يجوز في يوم أخطأت، مش بعيد. ولكل قديس النزوة، وأنا مش قديس، لكن ده مش معناه إني أدفع عمري تمن خطأ غير ارتكبه. لو أنا اللي ارتكبته كان الأمر اختلف، لكن للأسف أنا بدفع بعمري تمن خطأ غيري، أنا المطحون في دايرته. يعني كان ممكن تنقذه حياته. الأعمار بين أيدي الله، لكن ما كانش في أي أمل بالنسبة لنا كدكاترة. إحنا كنا عايزينه يفضل تحت إشرافنا، يمكن كنا نستفيد من حالته في علاج أي حالات مشابهة بعد كده. يعني بتؤكد الحكم عليه بالموت؟ ده اللي بتحدده التقارير عن حالته. أنا أشكر سيادتك على الاهتمام بالبلاغ لينا، لكن في حالة زي دي البوليس ما يقدرش يعمله حاجة. إزاي ما تقدروش تعملوا حاجة؟ ده إنسان بيموت. قصدي ما نقدرش نرغم مريض على إنه يتعالج، مش اختصاصنا. حتى لو عرفتم أهم حاجة في البلاغ إيه هي؟ إنه رايح ينتقم. ينتقم؟ يعني إيه؟ يعني يقتل. يقتل؟ يقتل مين؟ أنت متأكد إن الشخص ده هو اللي هرب من المستشفى؟ أيوة يا فندم. ليه يا فندم؟ هو في معرفة؟ أكتر من مجرد معرفة يا فندم. الكلام ده مش بسيط يا سماح، ونشره في الجورنال مسؤولية. يا ترى هو جد؟ ولا مجرد إنسان مجروح بيفض همومه على الورق؟ اللي شافه رمزي من الناس دول يخليني متأكدة إنه ناوي يعملها. أنا هتولى الموضوع ده بنفسي، وهحتاج مساعدتك. أنا تحت أمرك يا فندم. أولاً نسبق الزمن ونحاول نحمي الناس دول، وبعدين نبقى نحقق معاهم. نحقق معاهم؟ ليه يا فندم؟ بعدين هفهمك. اتفضل أنت بقى دلوقتي جهز نفسك للمهمة دي. رمزي، هي هيتنشر؟ ايوه، بس لازم اكتب له معاه كلمه. رمزي، ادي رسالتك انا بنشرها لك، لكن انا عايز اسالك سؤال. انت رمزي اللي انا اعرفه هو اللي كتبها؟ انا عمري ما اتصور رمزي يفكر يقتل، مستحيل. مطلوب اموت عشان يعيش بهتان ضميرهم، لكن مين فينا راح يموت الاول، انا ولا هما؟ ده السؤال. على كل حال، إن كان لابد إني أقتل فده أنا إنسان بريء لحد اللحظة دي، لكن أعمل إيه؟ أعمل إيه إذا كانت دي الطريقة اللي أقدر أرد بيها اعتباري؟ لازم قبل ما أرحل من الدنيا وما فيها أكشف دليل براءتي ونزاهة ذمتي. اتفضل. ممكن شوية مية؟ حاضر. الدواء ده يلزمه شوية راحة، يا ريت تقعد في البيت لغاية ما تخف. متشكر. العفو.
رمزي، مش لاقيه كلام اكتبهولك غير كلمه واحده بناديك بيها. لا يا رمزي، لا يا رمزي، لا لا. انا مدهش من اللي بيحصل ده. بتحمو حياتي من ايه؟ مش عارف. انا مفيش حاجه بتهدد حياتي. ممكن تديني تفسير واضح؟ كل اللي اعرفه قلته لسيادتك. انا هنا بنفذ اوامر واضحه اني احميك. من ايه؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ ارجوك تصارحني حضره الضابط. انا ركبي سايبه واعصابي مش قد كده. كل اللي اعرفه اني لازم احميك. تحميني من ايه؟ لما اعرف بقول لك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. مساء الخير. أهلا يا هانم. تعال يا توفيق، أنا عايزاك. أهلا، عن إذنك. اتفضل. اتفضلي. أيوة يا مديح. عايزين إيه دول؟ دول جايين يحمونا. يحمونا؟ يحمونا من ايه؟ من مش عارف. انا اعصابي مبقاش تستحمل. انا هتصرف وافهم كل حاجه. ايه ده؟ الو عبد الله، حول. عبد الله يا وجيب، حول. انا مش فاهم حاجه. من حقي افهم. اقعد هنا واسكت شويه وانت تفهم. ايوه بس اقعد. حس وهرب. هو مين؟ خليك معاه. الله، ايه ده؟ رمزي، رمزي. فوزي. نعم. قول لهم ببونت اكبر شويه. حضرة السماح. الو سماح. الو. ايوه يا عم حسنين، مين اللي طالبني؟ الدهون. رمزي، إذا كان عنوان جوابك ينطبق على شيء يبقى على قرارك أنت يا رمزي. دول بيسرقوا رسمي. بيسرقوا رسمي؟ إيه معنى إنه البوليس يحميهم غير كده؟ جايز تكون فهمت غلط. لازم في حاجة تانية كانوا موجودين علشانها. طب ليه طردوني وجري ورايا؟ أنا سمعت الضابط بيناديني باسمي قبل ما أهرب منهم. مش معقول، مش قادر أفهم. أكيد في حد بلغهم. سماح، الجواب هيتنشر بكرة. أنا حنسى شوكت وأدري ومديحة وتوفيق لأن البوليس بيحميهم، يعني مش هقدر أوصل لحد فيهم. لكن أنا انتقامي الحقيقي مش شوكت نفسه أو أدري أو التانيين اللي عملوا فيا ودفعت تمن عمري، هو اللي بنتقم منهم عشانه. وأكيد في زي شوكت ومديحة والتانيين غلطوا في حقنا زي كتير، ومش معقول البوليس يكون بيحمي كل دول. عشان كده هقدر انتقم منهم وافضحهم بسهوله. رمزي ده جنون. منين تقدر تعرف الحرامي من الشريف والمجرم من البريء؟ تقدري تقولي لي واحد نهايته 100 جنيه في الشهر راكب عربيه ب 20,000 جنيه منين؟ ببساطه
الواحد يقدر يعرف الحرامي من الشريف والمجرم من البريء. كل شيء واضح يا سماح، العيون بتشوف واللسنة بتتكلم، وانا الوحيد في الدنيا النهارده اللي عندي اكبر دافع اني اصرخ مش بس اتكلم. رمزي هيقولك يسألوكي لما يطلع الجرنان والجواب منشور فيه، وجايز يكونوا عرفوا اننا اتقابلنا النهارده. قولي لهم لو ما كانش يضرك، قولي لهم سواء اعتبروني مجنون او سفاح هيستمروا يطردوني، ويمكن اموت برصاصة عسكري او ضابط منهم، لكن فرق العمر بين الرصاصة دي حتى لو كانت بعد دقيقة والوقت اللي تقريبا اعرفه يخليني ما اخافش منها واعمل لها حساب. بحبك يا رمزي. والدليل على براءتي قريب وبعيد علي، دفنين جوه قلوبهم، يبقى مفيش غير اني اشقها بايديا وانزع منها الدليل. ده الحل الوحيد، وبدل ما اموت بعاري اللي اتفرض على عمري اموت وانا حاسس ان الكل عرفوا اني شهيد. اهلا. قريت ده؟ خير. خير؟ انا عندي شوكة بيع على فندي. اول حاجة قريتها الصبح. ش ش ش ش شوكة بيع. أنا محتاج تكون عندي الشجاعة اللي عندك عشان أفهم وعشان لازم أطمن. أنا اللي عايز أفهم أنت بتتكلم عن إيه بالظبط؟ عن 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 مش عارف. أفتكر تروح مكتبك أحسن. يعني أنت مرتب المسائل كويس يا شوكة بيه؟ أيوه. طيب أروح أطمن مديحة. مديحة؟ وإيه علاقة مديحة بالموضوع ده؟ لا أبداً، بس اصل هي اللي لفتت نظري للي مكتوب في الجورنال ده. عن اذنك. اهلا يا معلم، انا خفت ما تجيش النهارده كمان، العمال عاوزه تقبض. حسوني خد شيك وراح البنك وزمانه جاي. ربنا يكرمك ويعلم رد. مش عايزين حاجة تاني. سلامتك يا معلم. ما بتنزلش تقعد شوية ليه تحت يا معلم؟ عندي شوية شغل. سوق قصر. مع السلامة. المعلم مش طبيعي ليه النهارده؟ طبعا يا فندم. تحت أمرك. مع السلامة. ها؟ إيه جديد؟ تقدر سيادتك تطلع بنفسك. مش المقالة دي؟ قريتها. المهم دلوقتي معانا إذن النائب العام علشان نفتح ملف قضية رمزي القديمة. أظن الست الصحفية دي تقدر تساعدنا. تحت أمرك يا فندم. لو سمحت مكتب العقيد عماد. من هنا تالت أوضة على إيدك الشمال. ميرسي. العفو. أقول أنسة سماح ولا مدام؟ أنسة. خير؟ رمزي ماله؟ أيوة سعيد. إشارة منين؟ طيب جهز قوة وأنا نازل لك حالا. يظهر إنه حصل. يا
احنا محاصرينه فوق يا فندم. وده رئيس عمال البنا اللي كانوا موجودين. خطفوا من وسطينا بيه فلاح البصر، معاه سكينة وجايز يكون معاه سلاح تاني. اتأخرت ليه؟ مجرد ما حطيت السماعة سبت الجريدة وجيت على طول. طب بسرعة، لم لي كل اللي حصل ده. طيب. سلم نفسك بهدوء يا رمزي، حالتك وظروفك ما تسمحش باللي انت بتعمله ده، وفي حاجات جديدة لو تعرفها يمكن تغير اللي في دماغك. سلم نفسك رمزي. تسمع رمزي، اسمعني كويس يا رمزي، كل اللي بيحصل ده مش هو اللي هيحققلك اللي انت عايزه. رمزي احنا كلنا مستعدين نقف جنبك ونوضح موقفك للناس. عن اذنك. ما بقالوش لازمه. انا مقدر مشاعرك، رمزي انسان يتحب، ارجو اني ما اكونش غلطان. مفيش حد على السطح يظهر هرب. مش ممكن. طب انا جاي لكم، خليك انت هنا مهما حصل لحد ما اندهلك انا من فوق. حاضر يا فندم. هتعمل ايه؟ رمزي محتاج يرتاح في المستشفى الكام يوم اللي فاضلين له، لكن ما افتكرش هيعمل ده بمزاجه. اوعى حد يتحرك، خليكم مكانكم. واخر ده كله يا رمزي؟ ما اعرفش، كل اللي اعرفه ان الراجل ده واحد من اللي دمروا حياتي. انا ما قدرش اتهمه لا في ماضيه ولا في شرفه، مع انهم بيقولوا ان كل ثروته من تجاره المخدرات. المهم انه اتقبض عليه من سنتين في حاله تلبس، بياخد خليه ورجل وخرج بكفاله، لا تحاكم ولا تنفذ في حكم، وزي ما هو ببجاحه بياخد خليه ورجل. عارف بيبني الشقه بكام؟ ها؟ باربع تلاف او اكتر شويه صغيره. عارف بياخد خليه كام؟ 6010 لو حسبناها بالنسبه لشاب شريف ومحتاج سكن عشان يتجوز ويبقى له عيله زي كل البني ادمين. لو قلنا ماهيته تبتدي ب 30 جنيه حسب التسعيره، يبقى لازم يفضل اكتر من 10 سنين لا ياكل ولا يشرب ولا يلبس عشان يوفر الخلو المطلوب. وطبعا لو واحد حاول يحقق المعجزه دي هيموت في اقل من اسبوع. انا بتكلم عن الناس الشرفة طبعا، يعني الراجل ده حكم بالموت على اي واحد شريف بيدور لنفسه على سكن عنده، يبقى الحكم السليم عليه ان هو اللي يموت والشرفة يعيشه. وعشان مش من حق موته اكتفيت بالحكم عليه، وعليكم انتم بقى تنفذوه. رمزي احنا عارفين ده كله وبنقاوم وبندور على حل ليه. انت ليه بتحمي شوكت؟ ليه بتحمي كل الحراميه اللي معاه؟ انا مش بحميهم، انا بحميك انت. احنا هنحقق معاهم من جديد يا رمزي صدقني. خليك مكانك. وتحققوا معاهم ليه بقى؟ ما انتوا حققتوا معاهم من زمان. رمزي في حاجات اتغيرت، يمكن يكونوا قدروا يخدعونا قبل كده، لكن المره دي الوضع مختلف. وانا يهمني ايه في اللي انت بتقوله؟ يهمك، لانك لو حقيقي بريء براءتك المره دي هتظهر. موت يا حمار. رمزي ممكن تفهمني عايز ايه بالظبط؟ عايزكم تفضلوا مكانكم، محدش يتحرك لغايه ما امشي من هنا. كل ده مش في مصلحتك يا رمزي. انا عارف مصلحتي كويس. سعيد كل الحمله تتجه للشارع ورا البنايه دي، هو هرب هناك. اهو بيبني هناك اهو يا فندم اهو. انا مش عارف المجنون ده عايز ايه بالظبط. يلا
بحلم انا بحلم بحلم لو كنت امير بحلم انا بحلم بحلم لو كنت امير لو كنت امير امر الحواديت توهبني الدنيا خاتم سليمان بحلم انا بحلم بحلم لو كنت امير بحلم انا بحلم بحلم لو كنت امير كنت اوهب كل فقير شقيان بيتي تويه من الجدران بحلم انا بحلم بحلم لو كنت امير بحلم انا بحلم بحلم لو كنت امير كنت اوهب كل غريب بردان شمس الدف وحضن امان بحلم انا بحلم بحلم لو كنت امير بحلم انا بحلم بحلم لو كنت امير كنت افرش كل الدنيا بورد واخلي الحب حقيقه بجد بحلم انا بحلم بحلم لو كنت امير بحلم انا بحلم بحلم لو كنت امير بحلم انا بحلم بحلم انا بحلم بحلم انا بحلم بحلم انا بحلم شوفي يا انسه سماح افندم ده مش مقال يتنشر عن حادثه ده دفاع عاطفي عن انسان ارتكب بالفعل جريمه المره دي انا بنفسي اللي هكتب عن الموضوع ده يا فندم الو اديني الارشيف استاذ منصور حضر لي صوره السفاح الجديد ده اللي اسمه رمزي من ارشيف قضيته القديمه يا فندم يبقى بنظلم رمزي لو قلنا عليه سفاح انسه سماح لو تعاطفنا معاه معناه اننا بنقول لكل واحد يشيل سكينه او مسدس وينزل ينفذ القانون اللي يعجبه ونبقى بننفذ قانون الغابة وده أساسا مرفوض يا فندم موقف رمزي شيء مختلف رمزي إنسان آنسة سماح أرجوكي خليني أفضل فاهم إن المقال الأولاني كان بحسن نية وخليني كمان محتفظ بفكرتي الكويسة عنك عندك رد على كل اللي سمعته من السكان اللي مأجرين عندك؟ أصل ال الإيه؟ طبعاً ما عندكش حاجة تقولها. شاويش صابر. أفندم. فاضل حد برا؟ واحد بس يا فندم. خليه يدخل. اتفضل يا أستاذ. ها خير. تفضل استريح لو سمحت انا محتاج اكلم سيادتك كلمتين على انفراد طب اتفضلوا استريحوا برا لغايه ما تمضوا على المحاضر شاويش صابر افندم خد الاخ خليه يستنى في الاوضه الثانيه واستنى ليه انا لازم اصلي الفجر حاضر معلش النهارده صليه قضاء بعد ما توصل النيابه ايه النيابه انتوا ماسكين عليا حاجة؟ يلا 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 ده ظلم ده والله ده ظلم ده اتفضل اقعد ايه الظلم ده والله ده ظلم يا فندم انا في الحقيقة مش عارف انا لا مؤاخذة مش عارف انا جاي اشهد ضده ولا جاي اعترف على نفسي ارجوك توضح لي كلامك يا فندم انا خاطب بقالي 5 سنين انا امين خزنة في الحكومة؟ لا قطاع عام وبعدين؟ أنا عندي جرد بعد أسبوعين لو ما كانش يرجع لي الفلوس اللي خدها خلو هخش السجن ليه؟ من شهرين خطيبتي فسخت الخطوبة لأني ما
ما قدرتش اعمل لها بيت نعيش فيه احنا الاثنين، اضطريت امد ايدي للخزنه. انا بحب خطيبتي وعايز ارجعها. انا سمعتي ومستقبلي في خطر يا حضره الظابط. انا مش حرامي يا فندم، مش حرامي والله العظيم، مش حرامي يا فندم صدقني. انا طيب مش طيب طيب اهدى انت وروق شويه. انا ابويا الله يرحمه كان عسكري، والله العظيم كان عسكري. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. احنا بقينا الفجر يا فندم. لو سمحت مضي الاستاذ بره. حاضر يا فندم. كل اللي اقدر اعمله لك حاجه واحده من اتنين، اوعدك لو النيابه خلصت التحقيق وخدت فلوسك قبل الجرد ما يحصل عشان مستقبلك، هغالط نفسي وانسى الكلام اللي سمعته منك. ولو الجرد حصل قبل ما تاخد فلوسك، اوعدك برضو اني هشهد معاك واقول انك جيتني هنا وانت ندمان، بس ده ساعتها مش هيفيدك في التحقيق. متشكر، متشكر قوي. ايدك متشكر، ربنا يخليك ابن حلال. افتكر الفطار دلوقتي في الحسين يبقى هايل. والله فكره، ونتمشى لحد هناك احسن، انا رجليا من القعده خلاص. نتمشى يا فندم. انا عايز اعترف لسعادتك بحاجه. ايه؟ رغم كل الظروف وبعد اللي احنا عمالين نكتشفه، انا متعاطف مع رمزي، بس ده ما يتعارضش مع شغلي كضابط بوليس. لو اشوفه مهمتي اقبض عليه. مهمتك الاهم تستدعي ادري وشوكه وتوفيق بكره. قصدي سيادتك النهارده يا فندم. ها؟ اه النهارده. متشكر. طيب ومديحه؟ مديحه موقفها القانوني ما فيهوش غلط. مسائل الاجتماعيه في حياتها شيء يخصها هي شخصيا، ما يلزمش تحقيق. بس انا يا فندم نفسي اعرف رايك الشخصي في موضوع رمزي. السفاح الجديد، اقرا السفاح الجديد، اقرا السفاح الجديد، السفاح الجديد. مرفوض تماما ان يسأر الانسان لنفسه او لغيره دون ان يكون مكلفا بشكل شرعي بهذا السفر. وكل من يحاول تحطيم قانون او تشريع او قاعده اجتماعيه هو قاتل للقيم والاصول والمبادئ، اي انه سفاح من نوع جديد. يا فندم عاوزك تقدر معايا ظروف رمزي، مفيش داعي نستفزه عشان نسيطر عليه. السيطرة عليه دي مهمتكم، أنا ليا وجهة نظر ومن حقي أقولها. يا فندم ما قلناش حاجة، رمزي إنسان مجروح محتاج يحس إن إحنا في صفه علشان ما يحاولش يرتكب خطأ أكبر. أنت بتطلب مني أتخلى عن حريتي عن التعبير عن وجهة نظري؟ يا فندم أنا كل اللي بطلبه من سيادتك تأجل الإعلان عن وجهة نظرك شوية، وتسمح للأنسة سماح بمتابعة التحقيقات ونشرها، وبكده نتفادى تهور رمزي اللي ممكن تروح ضحاياه نفوس. رغم عدم اقتناعي برأيك هكون متعاون وأنفذ لك رغبتك، بس لو المدة طالت هرجع أهاجمه بعنف. يا فندم بطبيعة الأمور الوقت قصير قوي. مع السلامة. سعيد، ايه اخبار شوكة وتوفيق؟ بعتالهم يا فندم. الله، ده رايح على الظابط. انت بتقول ايه؟ بقول سعادتك والاستاذ توفيق مطلوبين للتحقيق. الله، انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ انا يا فندم ما فهمش في الهزار. يبقى لازم تعرف ان المناصب الكبيره لها اجراءات خاصه ومعروفه. روح بلغ اللي بعتوك يفهموا شغلهم الاول. في حاجه اسمها نيابه اداريه ورقابه اداريه
علشان التحقيقات اللي تخصنا. اللي بعتوني فاهمين كويس هما بيعملوا ايه؟ لا مش فاهمين، ومن فضلك انت بتضيع وقتي. افتكر اني جاي ادي واجبي. انت جاي تستدعيني ولا جاي تقبض عليا؟ استدعيك. خلاص انا مش فارض دلوقتي، لما هفضح هبقى اجي. في حاجة تانية؟ في مرة تانية بس بطريقة تانية. عن إذنكم. والعمل البارتي اللي في الشاليه وشهدي هيشوف له حل. شهدي مين؟ عضو. وش دخل مجلس بس؟ يا توفيق يا توفيق، هتفضل لإمتى مش فاهم؟ طيب فهم. تعال الليالي السهرة وانت هتفهم. طيب بس نعم بلاش تجيب المدام وياك، لان الليالي الجو مش مناسب. طيب حاضر. سيادة العقيد. اهلا انيس سماح. اهلا يا فندم، في جديد؟ ادري في النيابة وشوكة وتوفيق رفضوا يحضروا التحقيق. وهتنتهي على كده؟ لا ابدا، بس منتظرين التعليمات. تعليمات ايه يا فندم؟ ما احنا ليل ونهار بنتكلم عن الديمقراطيه وسياده القانون، خايفين من ايه؟ احنا مش خايفين ولا حاجه، بس في اجراءات. يا سياده العقيد، الوقت بيسرقنا ورمزي في خطر وزي الديب المجروح، وبدل ما يطلع لنا رمزي تاني وتالت لازم نتحرك بسرعه. طيب اتفضلي حضرتك استنيني في المكتب، انا طالع لمدير الامن وجاي لك على طول. عن اذنك. اللي مكتوب في التقرير هو بالظبط اللي عملوه شوكة وتوفيق في الملازم اللي انت بعته؟ واكتر من كده يا فندم. ومستني ايه عشان تتصرف؟ امبارح في الاجتماع مع الوزير قال بالحرف الواحد التعليمات عندنا بتقول اللي يغلط لازم يتحاسب مهما كان مركزه او وضعه. شد حيلك. القوة جاهزة يا فندم. أنا هروح لشوكة وأنت خد العربية التانية ووصل لتوفيق. أنت سكتك أقرب، يعني هترجع هنا قبل مني. ما تبدأش التحقيق إلا لما أجي، واتصل بالأنسة سماح خليها تيجي كمان. أمرك يا فندم. شوكة فين؟ شوكة دي مش هنا بي. أمال مين اللي هنا؟ محدش غيري يا بي. الهانم والولاد في العزبة من شهر يا بي. قدامي قدامي. على فين يا بيه؟ تفرجني على الفيلا. حاضر حاضر حاضر. الأستاذ موجود؟ مين يا حسنية؟ مساء الخير يا مدام. اهلا، مساء النور. احنا اسفين للازعاج. يا ترى ممكن اقابل الاستاذ توفيق؟ هو مش موجود دلوقتي. في حاجه اقولها له لما يرجع؟ لا، احنا محتاجين له ضروري. يا ترى ممكن اعرف وراح فين؟ الحقيقه مش عارفه، بس المفروض كان هيعدي على شوكة بيه ويخرجوا سوا، عندهم سهره شغل. راح فين؟ ما اعرفش يا بيه. راح فين؟ معرفش، لكن انا شفته وسمعت شوكة بيه بيتكلم في التليفون مع المطعم اللي بيتعامل معاه، بيطمن اذا كانوا بعتوا الحاجات المطلوبه للشاليه ولا لا. ولما جه توفيق بيه سمعته بيقول لشوكة بيه الشاليه في حته مقطوعه، كان لازمته ايه صار هناك في الظروف دي بس. وشوكة قال له ايه؟ قال له قال له ما تبقاش خواف يا توفيق، عيل زي ده يهز اعصابك بالشكل ده. عيل؟ انا ما اعرفش اكتر من كده يا بيه. الشاليه ده اللي في الهرم ولا واحد تاني؟ اللي في الهرم يا بيه. شاليه زهور مش كده؟ ايوه يا بيه.
ادور. نعم بي ادور. حاضر حاضر. هاتوا له ميه. الو سعيد، كويس انك رجعت. ايوه ايوه قالوا هنا. انا لسه ما عندك. طب خليها تستنى، انا هتصل بيك تاني. ايه اللي عمل فيك كده؟ واحد ابي شراني قوي معه مسدس استفرد بيا. ليه؟ امال فين شوكت بيه؟ خرج قبليها لوحده؟ لا، مع توفيق بيه زميله في الشغل وصاحبه. ابي راحوا فين؟ عندهم سهرة شغل. فين؟ في الشاليه بتاع البيه في الهرم. عنوانه ايه؟ معروف هناك قوي يا بيه، اسمه شاليه الزهور في صحرا سيتي. واللي هددك بالمسدس عارف الكلام ده؟ ايوه يا سعاده بيه. حالة اليومين دول مش اتفضل. منور يا شهدي بيه. اهلا اهلا. يا ترى بتتابع حكايه السفاح؟ اه طبعا. اهلا. يا ترى الراجل ده عاوز ايه بالظبط؟ ما هو ده رمز الموظف اللي انا حكيت لك عنه في التليفون. مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا. مساء النور. توفيق لكم وسايبه من حكايه السفاح دي يا شهدي بيه. يا راجل دي حكايه صغيره قوي، ولا تحطها ببالك، محلولة إن شاء الله عن إذنك. تفضل. إزيك؟ عاملة إيه؟ استأذن. هو كل حاجة استأذن استأذن. إيه أخبار العملية الجديدة؟ إحنا تحت أمرك، بس في عصاجة شوية في لجنة الفحص عندهم. مين اللي ماسكها هناك؟ أعتقد منصور رزق. تبقى بسيطة. بس في حاجة محتاج أصرحك بيها يا شهدي بيه. أمر. حكايه الخمسة في المية بتعب قوي عشان اغطيها. يا سيدي كل واحد منا بيتعب في ناحية يا شوكت بيه. عن اذنك. كله يجي على جنب هنا ما عدا الاثنين دول. في ايه؟ اهدى بس يا استاذ. مكانك معاهم هناك. تعالى
توفيق. تعالى. أنا عملت حسابي إن جايز ما لقيش هنا ورق ولا قلم. روح اقعد هناك. روح اقعد. جنبه يا شوكت بيه. روح اقعد جنبه. اقعد. ادي القلم لشوكت يا توفيق. لا اهو في اول الصفحه في وسط السطر اكتب اقرار. اكتب. اكتب يا ظالم بخط ايدك على الورق. اكتب من حروف عمري عمري اللي اتسرق. اكتب وقول واعترف واعترف. اكتب يا ظالم يا ظالم. فرشت الشوك انا مشيت وبحر الظلم عديت. اكتب وقول واعترف لاجل الحقيقة ما تنكشف. انتوا الظلمة والظالمين. انتوا الظلمة والظالمين. انتوا الظلمة والظالمين. اكتب يا ظالم يا ظالم. انا البريء انا. اكتب المقران بما فيه وامضي. خد القلم. ايه؟ امضي يا توفيق. حاضر. تفويق توفيق انا اجي. هات الاقرار. اصبر. اقعد مكانك. نصفي حسابنا بقى. انا خسرت حياتي وما يقضينيش قدامها غير حياتكم. راحوا فين؟ راحوا فين؟ جيت في وقتك يا حضرة الضابط. صوت العربية منع حدوث جريمة قتل من ثواني. حضرتك الأستاذ شوكت؟ أنا شهدي. أهلا وسهلا يا فندم. أمال فين شوكت بيه؟ نفد بجلده زمانه مستخبي في الصندرة فوق. اتفضل.
هو فين؟ اعتقد سيادتك الاستاذ شوكت. تحت امرك. العقيد عماد الدين حسين الامن العام. اهلا وسهلا. اعتقد ان سيادتك المفروض تطارد المجرم اللي كان هنا، ما افتكرش انه لحق يبعد عن المنطقه. اظن ان الاهم تشرفوا معايا شويه في المديريه. ليه؟ خير؟ اعتقد شوكت بيه فاهم. فندم لو احتاجنا معلومات من سيادتك في التحقيق ممكن؟ انا اسف لان وضع ما يسمحليش، ثم انا مش فاهم حاجه ابدا من اللي بيحصل ده. عن اذنك. مين ده؟ شهدي بيه. سماح فين؟ عندها شغل في الجبنان وهتيجي على التحقيق. طب يلا بينا. اتفضلوا يا بهوات. اهلا. استر يا رب. اتفضلوا يا بهوات. قهوه؟ انا افضل اعرف احنا هنا ليه. احنا محتاجين نعرف منكم شويه معلومات. بخصوص ايه؟ حالا هنفتح المحضر وتعرفوا كل حاجه. محضر؟ افندم. انده للنقيب سعيد والسر رأفت. حاضر فندم. Thank you.
الإقرار. نقر نحن الموقعين أدناه شوكة الدربي وتوفيق جلال بأن السيد رمزي عبد السلام رئيس الحسابات السابق بالشركة التي يتولى أولنا رئاسة مجلس إدارتها وثانينا إدارتها العامة. نقر بأنه بريء تماما من كل ما وجهناه إليه من اتهامات في قضية الاختلاس الوحيدة التي اكتشفت في شركتنا، ونقر ونعترف بأننا قد دبرنا سويا الموقف بما يكفل اتهام رمزي جنائيا، وقمنا بإعداد وتزوير كل المستندات اللازمة لتأكيد الاتهام الموجه إليه، كما نقر ونعترف بمسؤوليتنا الشخصية عن حادثة الاختلاس السابق اتهام السيد رمزي عبد السلام فيها، ونقر أننا نتقاضى وحدنا العمولات بطريقة فيها تحايل على القانون عن كافة العمليات التي نتعاقد عليها وتقوم بتنفيذها الشركة. وهذا إقرار منا بذلك، المقران بما فيه شوكة الدربي وتوفيق جلال. احنا كتبنا الإقرار ده تحت التهديد، وده قانون باطل. وكان لازم ننفذ له طلبه علشان ما يموتناش. اعتراف تحت التهديد ملوش قيمة في نظري ولا يمكن انشره. يا فندم الموقف اتجه اتجاه جديد لصالح رمزي، اتجاه غير شرعي. طب انشره ضمن استعراض الحادثة نفسها؟ لو اعترفوا في التحقيق الرسمي انا هنشر الإقرار ده في الصفحة الاولى مع كلمة اعتذار مني الرمزي. ده وعد. وعد. ايه دول؟ موظفين الشركة جايين يشهدوا ضد شوكة وتوفيق. العقيد عماد هو اللي طالبهم؟ ما دي المفاجأة، جايين لوحديهم. بدل في قانون الصغير ما يخافش. لحظة واحدة. أهلا يا فندم. اتفضلي. خاف من ايه؟ لازم نخاف يا سعادة البيه، أصلهم مسدودين من ناس من فوق. ناس من فوق يعني ايه؟ معرفش يا بيه، قالت تتقال كده وخلاص يا بيه. لكن انا كنت واخد احتياطي بعد حكاية الاستاذ رمزي. وخدت احتياطك ازاي بقى؟ ما كنتش بنفذ اي حاجة الا بورقة من توفيق بيه، وكل ده غلط وانا عارف انه غلط يا فندم. انا بقى لحظة يا استاذ توفيق. طيب وازاي كنت بتنفذ اوامر غلط؟ احنا غلابة يا بيه وبنجري على لقمة عيشنا. طب اتفضل استنى في الاوضة التانية. حاضر. تضم لملف القضية. مش انت برضو اللي ماضي دول؟ ايوه انا يا فندم، بس انا ماليش دعوة يا فندم. انا كنت في كل صغيرة وكبيرة بنفذ اوامر الراجل ده. لا لا يا استاذ، ما ترميش كل حاجة عليا، ما انت عارف البير وغطاه. ايه ده؟ ما تاخدش في بالك، اتفضل استريح. فهمنا بقى، البيرو غطاه. احنا كل اللي بنعمله بننفذ تعليمات. تعليمات مين بقى؟ الناس لهم مراكزهم. وايه دخلهم في اداره الشركه؟ ما هو ما تقدرش تقول لهم لا. يبقى اتفاقات بقى مش تعليمات. والله سعادتك بقى ممكن تستفسر منهم. يا سيدي قول لي عليهم وانا استفسر. بس دول ناس عندهم حصانه. حصانه ضد الجدري؟ لا، حصانة ضد الحصب، حصانة ضد تحقيقات سعادتك وحاجات زي كده. ممكن لو تتكرم تطلب للنائب العام. Thank you.
فيما بعد أقيل من الوزارة وأصبح واحدا من كبار تجار استيراد الفاكهة بالذات الموز. فيما بعد أسقطت عضويته من مجلس الشعب حبس سنة مع إيقاف التنفيذ، أصبح شريكا في بوتيك ضخم للملابس الجاهزة حريمي. فيما بعد فصل حبس سنة مع الشغل وأصبح صاحب مكتب سمسرة عقارات وشقق مفروشة. فيما بعد فصل حبس 6 أشهر مع الشغل المسؤول عن متابعة راحة زبائن الشقق المفروشة التي يديرها شوكت. خلصنا. ما نقدرش نقول خلصنا إلا بعد ما نطمن على رمزي. بعد ما نطمن عليه هيفضل لي صديق أقدر أعتمد عليه اسمه عماد. أسفة قصدي العقيد عماد. سماح، مجرد صداقتك في حد ذاتها شيء اعتز بيه، وبتمنى من كل قلبي ان التقرير الطبي يطلع فيه خطأ وان رمزي يعيش. إني أعتذر له لأني لقبته بالسفاح، إني أعتذر لأنه قد ثبتت براءته، لكني أرفض كل ما قام به، وإن كنت أرفض معه التستر على أي مجرم أو سلبي أو منحرف من دعاة الهدم ومنشد الثراء الحرام، ولكني أرفض منه أنه واجه كل ذلك بطريقة شخصية بعيدا عن أي شك شرعي أو قانوني، لكني أعترف أنه ظلم. في الحقيقة الموضوع شائك ومعقد. إني أرفض معه وأرفض منه وأعتذر له وأعتذر عنه.